أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة العاشرة، 10th unit. الجو، the weather. The weather. Yes. Okay. الوحدة العاشرة، 10th unit. الجو، the weather. الدرس الثاني، عثمانون. 82nd lesson. Alert display. الحوار الأول. First dialogue. انظر واستمع واعد. Look and listen and repeat. الزوجة، the wife. كيف، how. الجو، the weather. في الخارج، outside. كيف الجو في الخارج؟ How is the weather outside? الزوج، the husband. السماء، the sky. تمطر، raining. الآن، now. هذا، this is. فصل، season of. الخريف، autumn. السماء تمطر. الخريف. What meaning الخريف؟ autumn. autumn. السماء تمطر الآن. هذا فصل الخريف. It is raining now. This is the autumn season. Saubuk, your soap. Mubtal is wet. Aina, where is? Al-Maitaf, the coat. Saubuka Mubtal. Aina al-Maitaf? Your clothes are wet. Where is the coat? تركته، I left it. في الشركة، in the company. تركته في الشركة، I left it in the company. وأين، and where is. المظلة، the umbrella. وأين المظلة، and where is the umbrella. تركتها، I left it. في السيارة، in the car. تركتها في السيارة. I left it in the car. اشرب، drink. هذا، this. الشاي، the tea. الدافي، the warm. اشرب هذا الشاي الدافي. Drink this warm tea. بارك، بارك الله فيك. May Allah bless you. Hal, are. Nakhruju, we are going out. Nakhruju, we are going out. Ila souk, to the market. Al-ana, now. Hal nakhruju ila souk il-an. Are we going out to the market now? Al-ma'u, the water. Kasirun, jiddan. Very much, a lot. Fil kharij, outside. Al-ma'u kasirun jiddan fil kharij. It is lot of water. There is a lot of water outside. Maza nafal, what shall we do? Nabqa al-layla fil nabqa, we will stay. Al-layla, the night. Fil bayt, at home. Nabqa al-laylata fil bayt, we will spend the night at home. ونذهب, and we will go. غدًا, tomorrow. إلى السوق, to the market. Inshallah, if Allah wills. ونذهب غدًا إلى السوق, and tomorrow we will go to the market. Inshallah, if Allah wills. هذه, this is. فكرة, idea. طيبة, good. هذه فكرة طيبة. This is a nice idea. Now just hold for a minute.
Look at this dialogue carefully. I need to write it. Okay. الكتاب الأول. الكتاب الأول. الوحدة العاشرة. الوحدة العاشرة. الجو. الجو. الدرس الثاني والثمانون. الدرس 82 والثمانون. الحوار الأول. الحوار الأول. انظر واستمع. انظر واستمع. كيف الجو في الخارج؟ كيف الجو كيف في الجو؟ الخارج؟ كيف الجو في الخارج؟ السماء تمطر الآن. هذا فصل الخريف. السماء تمطر الآن. هذا فصل الخريف. ثوبك مبتل، أين المعطف؟ ثوبك مبتل، أين المعطف؟ تركته في الشركة. تركته في الشركة. في الشركة. في الشركة. وأين المظلة؟ وأين المظلة؟ تركتها في السيارة. تركتها في السيارة. اشرب هذا الشاي، هو دافئ. اشرب هذا الشاي الدافي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. هل نذهب إلى السوق الآن؟ هل نخرج إلى السوق الآن؟ الماء كثير جدا في الخارج. الماء كثير جدا في الخارج. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نبقى الليلة في البيت. نبقى الليلة في البيت. ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. هذه فكرة طيبة. هذه فكرة طيب. جيبه. طيب. انظر واستمع وأعد. انظر واستمع وأعد. كيف الجو في الخارج؟ كيف الجو في الخارج؟ السماء تمطر الآن. السماء تمطر الآن. هذا فصل الخريف. هذا فصل الخريف. ثوبك مبتل، أين المعطف؟ ثوبك المبتل، أين المعطف؟ تركته في الشركة. تركته في الشركة. وأين المظلة؟ وأين المظلة؟ تركتها في السيارة. تركتها في السيارة. اشرب هذا الشاي، هو دافئ. اشرب هذا الشاي الدافئ. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. فيك. هل نذهب إلى السوق الآن؟ هل نذهب إلى السوق الآن؟ الماء كثير جدا في الخارج.
الماء كثير جدا في الخارج. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نبقى الليلة في البيت. نبقى الليلة في البيت. ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. هذه فكرة طيبة. هذه فكرة طيبة. 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 Now translate this. Okay. Wife. الزوجة. Translate the whole. Yes. Okay. How is the weather outside? كيف الجو في الخارج؟ Husband, it is raining now. السماء تمطر الآن. This is autumn season. Autumn. Autumn season. هذا فصل الخريف. Wife, your clothes are wet. ثوبك مبتل. Where is the coat? أين المعطف؟ Do I need to read the English Yes. for you? Okay. I left it in the company. تركته في الشركة. And where is the umbrella? وأين مظلة؟ I left it in the car. تركته في السيارة. And where is the okay? I left in the car. Drink the warm tea. Drink this warm tea. Okay, drink this warm tea. اشربوا هذا الشاي. هذا الشاي دافي. Which sentences now? May Oh Allah yeah, okay. May Allah bless you. بارك الله فيك. Okay. Are we going out to the market now? هل نخرج إلى السوق الآن؟ There is a lot of water outside. الماء كثيرا جدا في الخارج. There is a lot of water outside. What shall we do? ماذا نفعل؟ Why? What shall we do? We will stay at home this night. نبقي الليلة في البيت. And tomorrow we will go to the market if Allah will. وتذهب غدا إلى ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله.
هذه this is a nice idea. هذه فكرة طيبة. Now tell me according to your city. Your كيف city. الجو في الخارج؟ ياسين Yeah, which one? كيف الجو في الخارج؟ Answer me according to your city. Okay. Yeah, Did you yeah, yeah, understand yeah. the question? كيف الجو في الخارج؟ Like you said, where are you sitting now? No. كيف الجو في الخارج؟ How is the weather outside? Yeah. In my location, Yes. very cold. Very cold. Very cold, yeah, outside. So, Bilarbia. تبرد كول جدا. الجو بارد جدا. الجو باردا جدا. هل هناك ثلج في الخارج؟ هل هناك جو ثلج ثلج في في الخارج؟ الخارج. Did you understand what I say? Yeah, outside is very like freezing. Is there any snow outside? Not in this time, but a little bit cooled. Okay, so Bilarbia. And just like we had 4 5 days before snowing. Bilarbia in Arabic. لا يوجد الثلج ولكن بارد جدا. Yeah, لا يوجد ثلج ثلج. في الخارج ولكن بارد جدا. كم درجة الحرارة في الخارج؟ في الخارج درجتنا ممكن 37 37 سلسيوس. 37 37 37 سلسيوس. yeah no 37 فارنهايت. Okay, 37 فارنهايت. yeah to سلسيوس. 2.7 سلسيوس. Okay. yeah 2.7 yes Around 3 degrees Yeah, around Celsius. 3, almost 3 degrees. Yeah. Yeah, very cold. Yeah. Look and listen and repeat. Yes. الوحدة العاشرة. الوحدة العاشرة. الجو. الجو. الدرس الثاني والثمانون. الدرس الثاني والثمانين. والثمانون. والثمانون. المفردات. المفردات. دافئ. العرض. انظر واستمع وأعد. فصل الخريف. فصل الخريف. السماء. السماء. تمطر. تمطر. السوق. السوق. في الخارج. في الخارج. يخرج. يخرج. مبتل. مبتل. ترك. ترك. مظلة. مدلة. يبقى. يبقى. غدا. غدا. الجو. الجو.
أجيبني الأسئلة باختصار. Answer the questions in brief. في أي فصل هذا الحوار؟ In which season this dialogue took place? This will maybe in the spring. Autumn season. Autumn season. In Arabic. Autumn in a حوار حوار. خريف. خريف خريف. في Yeah. فصل فصل الخريف. الخريف خريف. في فصل الخريف. في فصل الخريف. كيف عرفت ذلك؟ How did you come to know that? الفصل الغريب خريف is raining time. Because the husband said this is the autumn season. Autumn season. قال The فصل الخريف الزوج. yeah. What will you write in the answer? لأن قال الزوج هذا فصل الخريف. Yeah. هذا فصل الخريف. أين ترك الميتف؟ Where did he leave the coat? تركت المعطف في البيت في الشركة. ترك في الميتف الشركة في في الشركة. الشركة شركة أين yes. ترك المظلة؟ Where did he leave the umbrella? تركت المظلة في السيارة. So write all these answers right now and send me the picture on WhatsApp, okay? Later when in the homework, like homework. Yes, start writing right Okay. now. Okay. Yeah, when I start now, it takes time, but we don't have enough time. Don't worry. Start writing. Okay. Okay. Do you have the book? Sorry? Do you have the book? Not in this time, but we will have in the computer. Okay. You write it from your computer and send me before the next class, okay? Yeah. Do Okay. you have any But it question? takes time. No, thank you. Okay. See you next time, Jazakallah khair. inshallah. Inshallah. Jazakallah khair. Salaam alaikum.